ونحل. اذا هون عندي هلا صار اكس بتساوي اكس طبعا بدها تساوي اللي بتقابلها اللي هي ال1 كوساين ثيتا 1 بلس ال2 كوساين ثيتا 1 بلس 2، وعندنا واي بتساوي ال1 ساين ثيتا 1 بلس ال2 ساين ثيتا 1 بلس ثيتا 2. هلا هون بقدر اطلع analytical solution، بقدر اطلع closed form solution، بس بدنا نشتغل عليها، we have to work on it. هلا ممكن نمحي هاي مش هيك ما بنحتاجها. بدنا نمحي هاي وبعدين نشتغل من الاربع معادلات اللي ضلوا. ايش بنقدر نعمل الان؟ الاولى والثانية ما بقدرش استفيد منهم الان. مباشرة ما بقدر استعملهم مباشرة، بدي احاول اشتغل على ثلاثة واربعة. هلا احد الاشياء اللي بنقدر نعملها لو حاولنا نربع الطرفين من هون، رح اربع هذا الطرف وهذا الطرف، طلع عندي معادلة جديدة، فبصير عندي طبعا هاي فيش هون فيش حل واضح او فيش شيء معين، بده يصير الواحد هو يبتكر ويفتش. فاحد الطرق اللي موجودة في مثلا الطريقة اللي حاطها في الكتاب عندي x سكوير، شو بصير عندنا الان لو ربعت x سكوير؟ بصير عندي l1 سكوير كوساين ثيتا 1 سكوير زائد ربع هاي مثلا ناخذ l2 سكوير كوساين سكوير ثيتا 1 بلس ثيتا 2، وبعدين الكروس برودكت اللي بينهم اللي هو 2 ال1 ال2 كوساين ثيتا 1 كوساين ثيتا 1 بلس ثيتا 2. مزبوط، هاي المعادله رح نسميها 3. بعدين رح ناخذ المعادله واي سكوير بتساوي بتصير L1 sin theta 1 L1 square sin theta 1 square. طبعا في opportunity هون، ايش opportunity؟ اذا جمعنا هذول الاثنين شو بعطوني؟ بعطوني L1 square، وبعدين عندي L2 squared sin square theta 1 plus theta 2. كمان في هون opportunity ان ايش اعمل؟ L2 تربيع، فبصير عندي هون L square تربيع. هلا هون عندي راح تكون 2 L1 L2 sin theta 1 sin theta 1 plus theta 2. هلا إذا طلعنا على هذول إيش هذول بتذكرونا؟ cosine cosine sine sine cosine مجموعة عندنا الإشارة صحيحة ولا غلطنا إشي بالإشارة؟ cosine مطروح زاويتين، لا مضبوط ما في شيء غلط. طيب خلينا نكمل. إذا هذول هلا بصير عندي x سكوير زائد y سكوير بتصير عندي هون L1 سكوير زائد L2 سكوير L2 سكوير. هلا هذول اللي طلع عليهم ما عندي هون كوساين كوساين ساين ساين 2 بصير هو طرح الزاويه، بصير طرح الزاويه 2 L1 L2 كوساين ثيتا 1 بصير ثيتا 1 زائد ثيتا 2 ماينس ثيتا 1. فثيتا 1 بتشطب مع ثيتا 1. ايش تخلصت كمان؟ سبحتي اطلع ثيتا 1. هلا ما في رح تقول لي كيف عرفنا هيك؟ هذه هيك حلول، يعني بصير طرق مختلفه للحل. x2 زائد y2 هلا بتساوي l1 سكوير زائد l2 سكوير زائد 2 l1 l2 كوساين ثيتا 2. انا بدي احل كل هذول معروفين مزبوط، فبيطلع معي الان كوساين ثيتا 2 بيساوي x x سكوير زائد y سكوير زائد ناقص l1 سكوير ناقص l2 سكوير على 2 l1 l2. هلا هذه جزء من الحل، وهلا اذا بدي اكمل بشكل صحيح لازم اعمل ساين سكوير او اطلع ساين ثيتا 2 باشارتها اللي هي المفروض انها تساوي 1 بلس ماينس كوساين ثيتا 2 سكوير عشان يطلع معي الاشاره الثانيه، لانه لازم ثيتا 2 يطلع لها حلين مظبوط. او اذا بنفكر فيها لو اخذنا كوساين ممكن اخذها بلس ماينس الزاويه، مش هيك؟ هاي طريقه ثانيه، بس هاي بتمكنني اني اكمل اطلع اي تان، فبصير عندي هاي ساين ثيتا وكوساين ثيتا، فبصير عندي ثيتا 2 بتساوي اي تان ساين ثيتا 2 كوساين ثيتا 2 حسب القيم اللي بتطلع معنا. اوكي، فبيطلع المفروض يطلع معنا حلين لانه عندي هون اشارتين للساين. هذا الجزء اللي هو بالنسبه لثيتا 2.